أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل صحيح أن إبليس كان ملكا من الملائكة فلما عصى ربه جل وعلا مسخه الله إلى جني؟ ليس صحيحا. صحيح أنه كان من الجن كما قال الله جل وعلا: إلا إبليس كان من الجن. فهو من الجن لكن كان مع الملائكة، هو من الجن لكن كان مع الملائكة يتعبد معهم في السماء، فحصل عليه ما حصل، غلب عليه أصله وهو الجن. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.